يواصل المؤتمر الإقليمي الأول للتوجهات القضائية الحديثة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، يواصل فعالياته تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبتنظيم من وزارة العدل بإشراف وزير العدل المستشار عمر مروان، وبالاشتراك مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية الوايبو. التنظيم كان أكثر من رائع، وإحنا بنشكر وزارة العدل على حسن الاستقبال والضيافة والتنظيم. يعني أنا إلي بجوز 21 سنة بالمنظمة، بعتقد هذا من أفضل المنظمات من المؤتمرات من حيث التنظيم ومن حيث الموضوع في المنطقة العربية. العديد من الموضوعات ذات الصلة بحماية حقوق الملكية الفكرية تم مناقشتها خلال الجلسات النقاشية للمؤتمر، والتي يحاضر فيها نخبة من أساتذة القانون وقيادات وزارة العدل وممثلي الجهات والمنظمات المتخصصة في هذا المجال، والتي كان من بينها التعاون الإقليمي في مجال الملكية الفكرية. حقوق الملكية الفكرية هي لها قيمة اقتصادية كبيرة جدا. الاقتصاد الرقمي هو قائم على حقوق الملكية الفكرية، والاستثمارات الضخمة الموجودة حاليا هي أساسها استثمارات في مجال حقوق الملكية الفكرية. فالمفروض الدول العربية تهتم في هذا المجال، ويصير تعاون ما بينه وبين المنظمة العالمية للملكية الفكرية. التعاون يتم من خلال التدريب، من خلال إنشاء جمعيات لإدارة حقوق المؤلفين والحقوق أصحاب الحقوق المجاورة لتحقيق دخل لهم ودخل للدولة. نظرا لكونها محفزا رئيسيا على الإبداع والابتكار ونشر الوعي، وبتأثيرها على الأنشطة الفكرية في مختلف المجالات كمصدر من مصادر ثروات الدول وعاملا أساسيا للتنمية، جاء اهتمام الدولة المصرية بمجال حماية حقوق الملكية الفكرية. وتتواصل فعاليات المؤتمر الإقليمي الأول للتوجهات القضائية الحديثة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، وسط إشادات عربية ودولية واسعة لاهتمام القيادة السياسية المصرية بهذا الملف المهم والتنظيم الأكثر من ناجح من قبل وزارة العدل المصرية. من مقر انعقاد المؤتمر، أمل صبري، النيل.